انا ابو انطر. لك جوزة ايدي ذهب بس ما حدا عم يقدر. قولي على بنتك يا فوزية. الغلبه نادو تلتين الدنيا عطو صحوا والول يا ياهو التلت الثالث ومعتر وجابت منه بنت وصبي. بعدين شو صار؟ ظلت تحلم بالمكنسة اللي بدها تتحول لساحرة، ساحرة خيرة طبعا مشان تقلب لها حياتها وتضل هي واميرها عايشة بثباتهم. ماما اجا بابا. مرحبا بابا. مرحبا بابا. وانا لك وانا انتي قومي حطي لي اكل. ايه لا
هيك ما بيمشي الحال، معناته اكيد اكيد في انه اللي شو صاير ابو فهمي، بعد لحمه وشك ما بتفسر اشكال والوان يا ريان. فوزيه منفوخ قلبي، واصلي روحي لمناخيري، لا تضايقي لي خلقي بمقالاتك، روحي حطي اكل احسن لك. ابو فهمي انا سندريلتك، قصدي انا يعني فوزيتك مرتك، انا شبك شو نسيت؟ فشلي قلبك فضفض تقبرني، اكيد في شيء، انا بعرف انه في شيء، اللي شو هو؟ يعني عادي ذكرتيني انه مرتي كنت نسيان، ولحتى تفشي قلبك تخانات انا والاستاذ ايمن. شو قال الاستاذ ايمن؟ هذا اسمه الاستاذ زفت. ليش شو صار؟ روحي حطي اكل وبعدين بحكي لك. بتفقع مرارتي ابو فهمي؟ ايه ماشي الحال، مو مشكله. قال يا خبر اليوم بمصاري وبكره ببلاش. ما في بالبلاش غير العمى والطراش. ليه؟ تعالي انت مع الاكل. ماشي حالي ابو فهمي. انت تروح على بيتك وانا بقعد اشتغل عنك. الله يعوض عليك. وراك الثاني، ايه ما درت له شيء ما كسر له اياه؟ ماشي الحال. بسيط. يعني هلا شو فيها اذا تاخرت لك ساعه زمان؟ ولا دقيقه، خلص الايام جايه فتحي. الظاهر انك تغيرتي. احكي مثل ما بدك، وروحوا على المطعم ماني رايحه وما راح ارد عليك، لانه اذا سايرتك راح تخرب كل الامور. شو قصدك بالله يا انسه؟ ممكن فهم؟ يا الله انا ما صدقت انت تغير موقفه لابي، ما بدي اياه يقعد هلا يعمل لنا مشاكل. على سيره ابوك حكى مع امك ولا لسه؟ ما بعرف، بس بتصور انه لسه ما حكى. طيب ما تستعجلي، ولا مو همك الامر؟ شو امرت استاذ فتحي؟ بدك ياني قول لبابا يا بابا الله يخليك ما عاد اتحمل بعد فتحي عني، الله يوفقك. نعم ماما خليه يجي يخطفني على حصان ابيض ونطير مثل العصافير. عم تتمسخري اختي؟ بطلنا، انا ما عاد بدي من بكره، من بكره اذا ما بدور على وحده ثانيه وبخطبها انا بورجيكي. وليش من بكره؟ من هلا. يلا مع السلامه. ايه بروحها. قلنا لك مع السلامه. ايه شو علي؟ ماشي واضح. خير يا انسه في شيء؟ ضايقك شيء؟ انت مين حكى معك؟ روح طريقك. يلا لا تواخذوني. يلا عايز تخاصمني خاصمني بس وتبعد عني، عايز تصلحني. تعال قلي شو سوى المدير؟ ما سوى شيء، اخده من ايده ودخله لعنده على المكتب. ايه وبعدين؟ دريت من سكرتيرته سعاد انه عطاه اجازه 6 ايام، قال له مشان يرتاح. يمكن اتمنى انه كل يوم تعمل معه مشكله مشان يعطيه اجازات. قولي لحالي لحتى تعرفي يا مدام انه جوزك مهما خباص ما بيجي منه الا الخير. هي حاجتك بقى يا رح يصدق حاله. اللي عملته فيه ما بكفيه 1000 يوم اجازه. صحيح نسيتني، اليوم ابي مرق لعنا وقال انه امي عاوزتني. خير؟ ليش بها شي امي؟ لا يو كش برا وبعيد، لا تفاول عليها ابو فهمي، ما في شي، زيارة عادية. طيب لكان قومي البسي، قومي خلينا نروح لعندهم، أصلا أنا جاي على بالي زوره. اليوم رحت لبيت أخوك أبو فهمي وحكت معي فوزية من شانك أنت وياه، قلت لها إن شاء الله بتنحل عن قريب. لا عن قريب ولا عن بعيد، خلص أمي هيك أحسن. لك شو شايفتك قبل ما تتجوز مشان اللي بدك تخطبها رح تبعد عن اخوك، لكن بعد ما تتجوز بشو سدابحوا؟ امي ياسمين ما لها علاقه، هي عمايل ابنك هي. يا حاجتك بقى، حاجتك تضل اخوك الكبير، لازم تروح لعنده وتطيب خاطره. شو هناك امي؟ ما بدي مشاكل، الله يرضى عليك. امي الله يخليك يميني من سيرته، بترك البيت وبوجهها. شو يعني يا هديني يا بقى؟ خاطرك امي. مش الحال؟ لا تابع مثل ما كانت. ما كانت يعني ندق الباب؟ الله يكون صلاح لأنه بيعرف يصلحها أكثر مني. بالله لأنه اختراع، هذا اختراع. قول لحالك شوفي مين عم يدق على الباب، لا تعمليني محاضرة. السلام عليكم. أهلين بيتي. مرحبا. أهلين سهلة توفيق. بعد زمان. اهلين سهلين. شو الريحة هاي؟ اهلين صهري. مرحبا يا بي. انتبهوا انتبهوا، ضيف من ايدك لا تلعب، لا تلعب، خذوا له.
اتركوها وفوتوا لجوا. ليه علقنا؟ شو عم تقولي؟ ما عم قول شي سلامتك. شوفي عمي ليش هيك؟ بس طول الريحه ما حاول افتحها لا تفتح. يا بي الله يصلحك نجيب واحد يصلحها مو مشكله تقبرني. هلا ابو فهمي بيروح بيجيب واحد وبيصلحها. اسمع عمي على الحكي اسمع. لك بدك العالم تضحك علينا؟ لك ابوك عم يلم من على الشجر مصاري. هلا بيجيب رجل فوتي طلع بيقول له 3-4000 ليره انا بصلح له اياها. عمي الله يرحم ابي ذكرتني بحادث مره اجيت لقيت طايفه عنا السياقات والجرادين عم تزعب بالحاره طلعت نقيت اكبر جردون جبته ربطت ذنبه بالخيط نزلته بالبلوعه نقرته بالعصايه فايت لجوا يعض يعض حس انا من الخيط اسحبه يطالع كل قماشه هالقد حطه بررت حطه انقره انقره هيك فتحت لك بلاليع الحاره كلها. ايه ما شاء الله حولك مو مشان شي بس مشان ما توسخ ثيابك ابو فهمي. بلا بصخ ثيابي بلا بطيخ شغلي مو محرزه وما بتساهل بنوب. ها من العوض وعلي العوض انا شو اللي خلاني نجيبه معي؟ هلا سكريني على الباي وخذي امك وفوتي لجوا هي شغله رجال مو شغلتكم. ها امشي بني. رحلي هيك عمي لقلك هاي شغلة ما بتفهم فيها انت رحلي هيك خلاص هلا ما بتلاقي الا هالمي شفتك كلها بس بعد حتى ما تشفطك المي تسحبك. هالموضوع ما بيتم ما بيتم ما بيتم. وليش ماما؟ خلصي انت فهمانة؟ مثل ما بدك انا فايدة انقبر بغرفتي بيكون احسن. لك هيك زعلتيها طولي بالك على البنت لا بتقلي عليها. تنفلق تنفلق هالجوازة ما رح تتم. يا اخي مالي طايقته مالي قدران اشوفه مالي قدران اشوفه. لا هيك زودتيها كثير حكينا لك قصته قصة اخوه الشاب خاف نعلا مع اخوه قام ساوى اللي ساوى بعدين اجى لعندي واعتذر شو بدنا احسن من هيك؟ ما بدي شيء ما بدي اياه هذا اخو مرائي. اسمعي يا مرا البنت بدها اياه وانا ما عندي اعتراض لفيها بقى وخلينا نخلص. ساوي اللي بدك اياه اصلا انا هو خدامه مالي اي قيمه. لك طولي بالك طولي بالك انت بركه البيت بعدين فتحي شاب منيح وادمي يعني معقوله انا زدتها لواحد ما بيستاهلها. خلاص قلت لك ساوي اللي بدك اياه خليني روح كمل شغلي بالمطبخ. لا لا ما بصير تروحي زعلانه عادي بكره رح ابعث لك فتحي يعتذر لك شخصيا بتقعدي معه انا اقتنعتي منه كان بها وما اقتنعتي هالشغله كلياتها مبناها من اصلها منيح هيك. عيني انت الاصل لك اضحكي ارجيني ضحكتي وقف حاجه بقى سكر هالمي يا عمي يا عمي شغلي ما بتفهم فيها لا تتدخل فيها ما حدا بلبك لي غيرك تركني اعرف اشتغل مسكها دربيش لا لا عمك انت ولد دربيش طلع نسبح سباحه بالبيت اتركها بقى بكره بروح جيب المعلم خليه يخلصها هو يظبطها. لا شو نجيب المعلم انا اكبر معلم لك انا زبط الشغل اللي عمره ما تزبط الله يرحمك يا ابي كان يقلي بدك 100 شبه وخرزه الله يرحمك فيك تخرب بيتك تخرب اللي بعمره ما خرب فهمت؟ لك فوزية لك فوزية هيدا حيك منا فاضها اصلا مو معطل الشغل غير نعيك انت وابوكي اصلا طالع انا لابوكي اتركني انا مش لاعي اللي جوزتك فيها بنتي اسمعي جوا خليه يشتغل تقبرني يشتغل لشوف شو اخرتها معك يا بيغرق البيت يا مين على الفور وصاف لا على البلد روح خليه جوا لا بقى زعلانة مني؟ خير شو في؟ عم تبكي؟ لهالدرجة بتحبي يا عمري؟ على كل حال بصير خير قومي تعشي هي حياتك وحرة فيها أمي ما بدك تردي؟ أنا رح أتركك
بس تهدي الحقيني. وبالنسبة لفتحي خليه يجي هو وأهله إمتى ما بدهم. عن جد ماما؟ تقبريني يا أحلى أم بالدنيا، تقبري قلبي. هيك لكان، وين هدول اللي كانوا عم ينزلوا؟ شو بنا؟ أخ منكم بنات آخر زمن، أخ تقبريني. هذا عمي مستهتر، مستهتر كان من الأول لازم يقلني. حفر من هنيك وما بيمشي الحال. مصطومة من هون. آخ آخ، بس من قلة الفهم. آخ خبيتك شو هاد؟ عمان انتبه، هون في قصد الفيجة. لا كروعنا عمي، لا كل ما شاء الله حوكو صاروا بيفهم بالفيجة وما الفيجة. شو بدنا نجيب قصد الفيجة لهون؟ لو عينيك وأعظم بالقسم. الله يرحمك يا نجيب السراج، قديش كان صغير. لا لا أمي، أنا بدي أوصل لعند رفيقي خالد دكشي. الله يرضى عليك، بروق لعند أبو فهمي. فهمي عدنان؟ يو شو يو؟ عدنان أخي؟ لا تضرب بهالموديل، أخوك كان أخي. يلا روح يلا يلا. روح. والله صعب يا أمي صعب. ايه يا رجال، قوم روح نادي له خلينا نحط لقمة عشا نتعشى سوا. ليش تركته لحاله؟ ايه ما بيرد على حدا، هاد خليه يخبص لحاله ينفزم. انتوا الحق عليكم، ليش خليته يمد ايده؟ شو قلتي؟ نعم هيك. بتعرفي لو ما طولت بالي عليه انا كنت قدحته بالفاس اللي جايبه على راسه وشقيت له اياه. هالشغل تزيدني على ابنه يضرب هو واولاده. بتعرفي هي الشغله ما بنطلع منها الا بمئات الالوف. يا حبيبي ومننا الالوف بعدين. قال يا قاعدين يكفيكم الشر الجاي. امي لا تسمعوا، بخشتوا لي بدني. ها بكره ببيع اسواتي واعطيكم حقها. ايوه عجبك هيك؟ لا بقى احسن شيء روح جيبه. ها لك شو مساوي؟ قطعت المي عن الحارة. حسبت حالك مو مي، شم الريحة مو مي. لك يا صهورة خربت الساعة اللي شوستك يا فيها. لا تلحقوني خليكم هون. لك ايه خليك شوربة بها المي. انا لك وينة؟ شغيل هذا صهري. هلا بس هي الشرطة بنتفاهم. ما انت شرطة؟ انا مالي شغيل، انا مهندس. سلمت شو بس ليك وصلت الشرطة شايف؟ والله يا زفيت بالمخاطر الليلة بالافاق. لا طلع عيونك، ما خليك تنول بنتي نهائيا. فهمتوا؟ لا اصلا انا بدي اشتكي عليك وعلى انتو السبب من فشل تساعد تبعي. بخرب بيتك افجر راسك من حياتي. الشرطة تفضل. السلام عليكم سيدنا. يا لطيف يا لطيف، مين هيك مطينكم؟ سيدي ما حدا مطينا، نحن مطينين لحالنا. شو اللي صاير لي؟ هذا الرجال خرب بواري مية حارة هذا الرجال. ايه انا. شو اخذك على حارته؟ وليش قربت له اياها؟ سيدي انا ما خربت، انا بالعكس كنت عم صلح لهم اياهم، انا صلحت لانه انا انا بفهمك سيدي. ومين حضرتك؟ انا عمو ابو مرتو. كانوا عنا بزيارة، حب يساعدني بتصليح المجاري تبع المي. شلون صار برا برات البيت؟ والله ما بعرف. ليش ما قلت معه؟ مو حضرتك قلت لي كان عم يساعدك هلا؟ اذا صدقنا هون العطش جوا شو طالعوا لبرا؟ والله يا ما بعرف يا سيدي ما بعرف. سيدي انا وقت ما لقيت العطش جوا انت لحقته لبرا. يعني ما كفاك جوا؟ حلوه هي النتيجه هيك حلوه؟ وفوق هيك سيدي بده يضربني على بالفاس على راسي لو ما اجت الشرطه. ابدا ابدا ما حصل. عيب عيب. نعم عفوا.
إذا بتريد، أبو سامر جارنا وحباب، نحن وياه مثل الأهل، ولذلك اتركونا نحن نحلها أهلية محلية بيناتنا. وطالما بدكم تحلوها أهلية محلية، شو جابكم لعندي؟ أنت بدك تحلها؟ مثل ما بدك سيدي. ما في شيء سيدي بده حل، الشغلة كلياتها بسيطة، هي هيك شغلة زنبليطة يعني. عيد لشوف شو قلت؟ ما قلت شيء سيدي. أبو سامر الله يخليك، فرط لي إياها ولف لي إياها، وأنا شو ما بتريد جاهز. كرمالك عمو، أنا رح خلي أبو سامر يحلها. شو رأيك أبو سامر؟ تحلها؟ أمرك سيدي، هاي الأخلاق، تبعد عني نطي مني. خلاص خلاص، كتر خيرك أبو سامر، فضلت أنت. وخيرك. امشي لشوف، امشي معي، اطلع. اطلع سيدي. اطلع وخلصوني، الله معكم. بس أنا أحط رجلي، كركري. تأخروا ما هيك أمي؟ الله يسامحك، ما في من وراء إلا المصايب. مشتية يوم واحد من وقت ما تجوزت لهلا يمرق هيك يعدي على خير بدون اي مشاكل، ارتاح. طولي بالك تقبريني. انا طول بالي ان شاء الله مفكرتيني راجعه معه، بقى يعني هون وبده ياخذ اولاده ياخذهم، يلا مو فارقه معي. امي كبلي عليك، الله يرضى عليكي. اي والله ما يدرى ابوك لا يطير عقله بدون شيء، هو جانن منه يدرى. اصلا انا بدي اياه يدرى، شو رايك؟ اي طبعا بدي اياه يدرى. لك جنني هستبني، جاب لي العله راح يجيب لي الشلطه. ما على ساعتك وساعتك وساعتك اللي جبناك فيها، ولا قوة إلا بالله. وهلا شو بدنا نساوي يا أبو صلاح؟ بسيطة بسيطة، أنا بكرة بشوف معلم صحية بيجي بيصلحها وبيزبطها. لسا بيقول لي معلم صحية لك يا عمي؟ ليش لتجيب معلم صحية؟ أنا بزبط لك يا هلا، لك أنا بزبط الشغلة اللي ما بتصبه. وينك؟ ما بدي أسمع منك ولا كلمة، فهمت؟ روح على البيت يلا، وانا مرتك ولادك بكره باخذ لك اياهم على بيتك يلا. لا خليهم عندك احسن. ولك الك عين تحكي انت، ولك بالناقص والله ما عدت تشوف ظفرها. طولوا بالكم يا جماعه، انتوا نسايب ما بيصير هالحكي. ليش هذا خلى فيها نسايب؟ خلى فيها بلاوي ومصايب. هلا هيك ماشي الحال يا عمي، انا بورجيك. ولك عم تهدد؟ روح من وشي احسن ما ارتكب فيك جريمه. طولوا بالكم، عم بيروح هلا، مالك شايف عمك طالع اخلاقه؟ روح. رايح عفوان، كل المشاكل صارت بسببها، انبسطوا؟ خربتها وقعدت على تلتها. والله ما حدا خربها غيرك، تضرب الساعة اللي جوزتك فيها بنتي، روح من وشي روح. بسيطة، تضرب انت وهيك جيرة. مجرد ما ناخد بابا، ايه ماما؟ خلاصي، ما عدتوا تستنوا ليجي أبوكم وجيبكم؟ لك امي شو هالحكي هذا؟ دول اولاد بيفهموا بهيك شغله، قومي حطي لهم اكل وبس يجوا هذنكم ناكل سوا. ابدا ولا بشكل، امي لا تقنعيني، اللي بده يستنى يستنى واللي ما بده بكيفه. شو هالحكي هذا؟ ها؟ ليكن اجوا. هي اجوا بابا. اخرسي. مساء الخير. مساء النور، شو وين ابو فهمي؟ بجهنم الحمراء اللي تاخذوا. حبسوه. يا ريت. كنا ارتحنا لنا كم يوم. لكان وينه؟ حرد وراح على البيت. حرد ولا انت زعلته؟ حردته وزعلته وقلعته وقلت له مالك عنا لا مرة ولا اولاد. ارتحتي؟ اخ عاد، اصلا هذا اللي كنت عم بستنى. سأله لامي قبل ما تجي، كنت عم قلها ما بدي ارجع معه لهذا وش المصايب. يا عيب لك امي بضل جوزك. جوزي؟ هذا جوزها؟ هذا بلوي. شو بلوي؟ مصيبة. لا قولي كارثة، حدث ولا حرج. امك معها حق. شو شايفتك تغيرت يا بي؟ انا مالي متضايق منه، متضايق من عمايله. ومع هيك بكره باخذك انت والولاد وبرجعك على بيتك، ولا يهمك، بضل سهرنا على كلين، بضل سهرنا. ايه ها الله محييك، هذا الكلام اللي بنسمع. اي بعرف، بعرف انا انه ما لي حدا، واني ضلع قاصر وضهري مكسور، بعرف انه ما حدا حيخلصني من بلوي. بس معكم حق يا جماعه لك، واذا خايفين من مصروف اولادي انا ببعث له اياهم، بتروحوا لعند ابوكم ها، فماني مالي متحملتكم، بتروحوا لعند ابوكم ها. هلا مو ناقصك انا، انت الثانيه. ايوه جوزك بيستلمنا بالحاره وبالمخفر وانت بالبيت. قومي حطي لنا اكل، قومي قومي. حاضر. اخذ ابوها، اخذها سيدي، خذها خذها معها واشرب ميتها. هذا إذا شربت معك. أصلاً أنا جعل بالي من حالي يتخلو تمردح على كيف. وها وهي شوطح شوطح.
مين بده يفيقني على بكره؟ بركي تاخرت على الشركه بدون شيء، هذا المدير متزاول مني. شلون بدي ادبر حالي؟ يا ولد ما منح الضوء هيك. الان بركي قلب بالليل لهني. بدنا ننبه هي الشغله. الله لا يوفقك يا فوزيه، دائما ملبكتيني. تعال هلا لاقي المنبه بقى. وين حاطه المنبه؟ مين المنبه؟ تعا عمي تعا. تعا حبي تعا. شو؟ يخرب بيتك شو عاملينك الولاد مكموره؟ مشك عم تخرب؟ نعم هذا ما بيشتغل، شو بدي فيقه ولا بدي يفيقني؟ هذا التصليح. قال يعني قال بتخبي لي اياهن، قال يعني خبتهن. تعا عمي تعا، بين بدي اسهر انا وياك اليوم، مالك محرز بس يعني شوف انا فاكك كل منبه شوارب وقت شواربك باربع مرات، فلا تلبكني الله يرضى عليك. ايوه اطلع. شو ها يا لطيف؟ لحمة لك شو حاطه جلبه؟ ما حدا بيعرف يشتغل شغلي مثل العالم والناس كله من هون. لا ما انت فلتان منو؟ لك شو مو مفلتان، مشلول هذا. فوزية شو ما فقتي امي؟ بعلمي بيتك بتفيقي الساعة 5. جاية امي جاية. صباح الخير يا مو. اهلين امي، صباح النور. بتعرفي شو؟ الوحده كل فتره وفتره لازم تاخذ اجازه من شوزة ومن شغل البيت وتقعد عند اهلها بتنبسط. وينه ابي؟ طلع من بكير، راح يدور على معلم تمديدات صحيه مشان يصلح اللي خربه جوزك. مزبوط معك حق. بما اني عرفانه شو بدي اعمل بفهمي مشان المدرسه اليوم. ودخيلك بلاها هالجامعه اليوم؟ لا تقبريني، ما بدي يتعود امتى ما بده بيغيب وامتى ما بده بيداوي. يا ربي شو بده يحكي الواحد؟ الله يسامحك يا ابو فهمي. امي انتو شو طبعنا امي؟ الله يرضى عليكي، اميلي هالموضوع ما بدي حكي فيه منومها. ماشي بلا ما ننزع، صباحنا من عند على بكره الصبح. فوزية عم اشو خفنا صعيف وزيره وليه معناته انا قد راح علي نومه يا لطيف. يخرب بيتك يا فوزي، الله لا يوفقك. شوي تفضلي هلا. صباح الخير. صباح الخير، تأخرتي. ليش من قالك تستنى هون؟ قولي صباح الخير بالأول. صباح الخير بالأول. لك يا صباح الورد بالثاني، يا صباح الفل بالثالث. ويلا نفوت على شغلنا بالرابع، وأهلي مو معارضين جيتك لعنا بالخامس. هيدي خامسة، أنا إحنا شغلي بالعد. شو هي خامسة؟ أهلي مو معارضين جيتك لعنا خامسا. لك يا روحي على خامسا، لك يا جماعة بموت على خامسا، دخيل رب خامسا أنا، إله نغمة خاصة خامسا، خامسا خامسا، اسمعي ما أحلاها، خامسا خامسا خامسا. فتحي مشان الله شوف الناس كيف عم بتطلع علينا، خلص بقى أمشي الفتحة. لك إيه طلعوا، أنا بحب خامسا يا جماعة، أنا معجب بخامسا، حدا له علاقة بخامسا؟ تعالي أقول لك خامسا. الله يعطيك العافية يا أبو باسل، فعلا صديق. الله لا يعطيك العافية يا أبو قاسم، يخرب بيتك كمل معروفك، نظف من برا وتاركين الوسخ جوا. وانت يا أيمن إن شاء الله بيقتلوك ما بنعرف غريمك، ما غلط مخلي شي بالبوفيه. شو ابن الإيمون هدول؟ شو هاد؟ صباح الخير عمو أفيني. خير؟ صباح الخيرات، جرحنا إيدنا. نعم شو بديك؟
لك شغله خرجك هي خطيه الاستاذ ايمن. شوفي لو في شيء بالبوفيه ما انكسر لاكسره هلا على راسك، روحي على اوضتك احسن لك. ها انا جانني اليوم رايحه من دون نقك. شو النهارده من على بكره، رجل من هون وايد من هون. لا وانت عم تطن وما حردك، ان شاء الله بطن بتنفذ انفذ طن 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 ما حرد ما حرد. لك شو صاير لك؟ شو صاير لك؟ ما عم تسمع التليفون؟ لا عم بسمع ولا عم شوف، ما بدي اسمع حدا ولا شوف حدا. نعم شو بدك؟ شو بتريدي؟ حضرة السيد المدير بيقول لك ليش قهوته اليوم تأخرت؟ روحي قولي له انه اليوم ما حيشرب قهوة. بالله ليش؟ لأنه ما في شيء حط له القهوة، حط له إياها بكفي وإياها هيك زرناها. يخرجك الله لا يقيمك. تضربوا أنتوا هالمديرية، يا حوينتك يا أبو فهمي بهالبلد. أعطيني أعطيني شوي بس وقف. كابي تعب طرد نقيم الأكل. ما بدي أكل ولا بدي أتسمم، فوتي لجوا. ليش معصب يا بي؟ من عمايل جوزي، نص الصبح دفعني 5000 ورقة. لا تسمع يا بي، خلص قلت لك بيع الذهبات وبعطيك إياهم. هلا الذهبات كل يوم من شاني يعني صرتي هلا؟ فوتي لجوا روحي. حلو. روحي حلو. بدك أرقص لك ما هو افرح. الله يكسر إيديك يا أيمن، الأيمن والأيمن. أبو فهمي شو مالك يا رجال؟ كل ما بيحكي معك بتقع. شو بقصة؟ لك روح إلا لا في قهوة ولا في شاي، لك حلي حل عني العرب. مين ها؟ المدير. ايه بس أنا مش جاي مشان هيك. لك عن مشان شو جاي عم تلي أبو فهمي رعا بدي؟ الله يسامحك، هذاني رحت لعند الأنسة هنا وقامت قالت لي رفيقك أبو فهمي انجرحت إيده، جاي أطمن عليك، بتحكي لي هيك؟ ذكرتني يا ابو قاسم، يا لطيف شو قضيت منها قد ما وجعتني. بتعرف ببيش الاطائيه وقت بيضرب المي قديش بيعلي؟ هيك الدم صار ينوفر من اصبعتي هيك لفوق. الدم؟ لا لا ما تفكر بالارض، ما خليت شيء ينزل على الارض. بعرفك انت من الضفه، ركض دغري صديت قبل اصبعتي فوتها بالبلوعه، قدم الدم قوي فوت من البلوعه يطلع من الحنفيه. ها وين هو هذا الجرح؟ هذا هو. ها ايه هسا هذا الجرح اللي ضربت السماء هاي تبع الاطفائيه والنوافير تفتل؟ ايه شفت معك بروا؟ لك لك هذا شو بدي اعمل له؟ شو بدي اعمل له؟ مين هذا؟ نازل طن طن من المدير؟ ايه روح لعنده روح عنده احسن ما يصير شي مشكله. بتعرف؟ ايه؟ هي سعاد رايحه فتنكبه بالظاهر بده يبعد وراي يعمل لي بهدله. ايه روح لعنده احسن لك، واني بكمل عنك طن. ايه كمل عني عصباتي عم تجعني كثير. ايه روح 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 بس نظف منيح. اركض يا رجال اركض اركض اركض. ما بدي ارجع الاقي ازاز هون وهون. لا لا اركض اركض. برمي رقبتك ها وراح بدون ما يفيقني؟ طبعا مشان ما اشوفه شو لابس او اعرف اذا حلق دقنه ولا لا. ماشي الحال يا ايمن، ما رح ترجع على البيت؟ نتفاهم. لا تركي لي هذا الموضوع انا بحله. مع السلامه. وليش ما بدك تساوي قهوه؟ ليش بدي ساوي قهوه هسه؟ مو قدام عينك هذا ايمن كسر البوفيه كله. بسيطه اشتري غيرهم. انا؟ الك ان انا؟ لك من اللي يا حسرة أنا؟ المفروض هو دفعوا حقهم تغرموا بحقهم، مو هيك بيقول القانون الدولي؟ بالله شو؟ يعني ما كفاك ال 15000 ليرة؟ لك شو بدك جننه لأيمان؟ اسمع، ما حدا غيرك بيجيب بدال الأغراض اللي انكسرت، وإذا ما بيجيب غيرهم قسماً بالله لأنقلك من كل هالدائرة. يا حسرتي، من اللي؟ لسه الشهر بأوله. الله يرحم الشهر، ما خلص. ليش شو الشهر 3 أيام؟ إن شاء الله يكون نص يوم، المهم المعاش طار. طار؟ وين طيرته؟ وشلون بدك تكمل لاخر الشهر؟ الله بيعين. على كل حال انا ما دخلني، بتروح بتدبر حالك، معك ساعتين، بعد ساعتين بدي لاقيكم، مفهوم؟ منين بدي اجيب هلا؟ حاكمك ظالمك. تعال 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 لك تعال. خلص استاذ، رح اجيب كل شيء على راسي من فوق، تؤمر امر. مسك. وهي 500 ليرة مني مساعدة. هي ما وقفت على 500 ليرة استاذ، خلص رح اجيب كل شيء مني. شو بتريد؟ اعطيك معاشي كله؟ مو هذا قصدي استاذ انس، بس حجيبهم كلهم خلاص حجيب. هيك مسك مسك خذهم بلالات يلا روح. امرك استاذ. يلا قوم روح على مكتبك قبل ما يسجلوك غياب. اي مالي متزحزح من هون لحتى اسمع القصه كلها. وانا ما راح احكيها قبل ما يخلص الدوام، منيح هيك؟ منيح كثير، معناتها بنتغدى اليوم سوا بعد الدوام، منيح؟
لا ما رح نتغدى سوا، نحن ماشيين بحكي لك كل شيء. ايه وهي قاعدة لكان. امري لله. بس على فنجان قهوة غدا لا ها؟ ابدا. باي. باي. سمورة العمورة؟ خطبتي؟ لا لسه. الخطبة؟ فتحي. خلاص. ايه ايه الحمد لله احسن شيء انه حرداني. الحمد لله اللي فوزية حرداني، انه لو ما كانت حرداني كانت بدها تطبش الشغلة كلياتها على راسي. هلا من لمه ومنحط. الله لا يوفقك يا فوزية، ما في غير 5 كاسات ولي منين بدي اجيب للموظفين كلها كاسات؟ شلون بدي ادبرها هي؟ ها ايوه باجل طلب هذا بكون خسلت لهذا، باجل طلب هذا بكون خسلت له. لك انا اقول فهم بتظبط الشغله اللي ما بتظبط. ها الله يعوض عليك. وعليك. بس ما حدا يستعملها يوم كامل هي. ايه على عيني. السلام عليكم. مع السلامة. شلون يعني ما حدا يستعملها يوم كامل؟ وين بنروح بحالنا؟ نحن عيلة. لا بلا عيلة بلا كيلي. قولي لفوزية تلبس وتلبس الولادة وتروح. يا بيه بتريدي ارجع من هنا ومزدولة عيني. طولي بالك، طولي بالك. الله يرضى عليكي، ولا كلمة ها. لبسي ولبسي ولادك روح وصلي، في عندي شغل انا. يا بي من غير شيء جوزي معنطز، شايف حاله قد الدنيا، إذا كنت بدي روح من حالي ما عاد حدا يهديه. ماشي الحال، إذا عمل هيك ساعتها بجيبك وما بيطول ضفرك، فهمتي؟ يلا خذي ولادك وامشي. ماشي الحال. خلصي. وقعت الطين وقعت لا تعرف وطبقت لي صدري. الله يكون بعوني، الله يكون بعوني. شو هدول أبو فهمي؟ غراض للبوفيه. غراض للبوفيه؟ ايه. من وين جايبون هدول؟ من وين لاممون؟ ليكون من سوق الحرمية. أنا وشي وش سوق حرمية؟ لعم على القصة؟ لك غراض بيتي هدول. هدول غراض بيتك؟ ايه. ومرتك؟ شلون خلتك تجيبهم لهون؟ أنت شو دخلك؟ أنا الآمر الناهي بالبيت، بعدين أنا منين بدي أجيب لكم مصاري للبوفيه وعندكم ناس مجانين بتكسر، وعندكم كمان مدير أجن بده إياهم بساعتين العمر، رضينا بالبيت والبيت ما رضي فينا. لك الحق علي اللي إجيت لهون لأحكي معك. مو الحق عليك، الحق عليكم كلكم، تضربوا بهالموديلات كلياتكم، والله يعدلني فوزية معكم قد مو وخمة فكروهم من سوق الحرمية. الله يرضى عليك يا بنتي، فهمي، فهمي، ما بدي مشاكل. طولي بالك عليه، لا تاخذي وتعطي معه. حاضر. خود صد واعطي له. حاضر والله. تساويني مثل امي. مالك يا ابي حاضر. خلاص تحمليها الليله بس. ماشي بس. هنهار هنيومين. انت ما كان. الله يرضى عليك. ما بدي يصير مثل امي نقاقة. انت بتعني انت وياها تضرب منك الها. تضرب منك. بس اهدوا العمى ناقصنا كمان. اف. رايح انا. خليك ابي، خليك تغدى معنا. لا عندي شغل، ما بدي اعطل حالي مشاني. لا 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 تعطل حالك مشان الله، ما بدي تنطبش الشربه براسي دائما. كله منك يا فوزيه. تقول انا كانه الوحده ما في احلى من بيتها. لك ما في احلى من بيتها. شو هالحكي؟ بدك ياني استاذ؟ شو بدك بي سليم خمسه؟ شو في؟ شو عملنا استاذ؟ صحيح جبت اغراض بيتك على الدائره؟ اصبح الحكي مزبوط. شوف انا لحد هلا متحمل بلاويك وجنانك. ها انا مجنون؟ مجنون ومخبول كمان. لك كان في حدا بالدنيا بيجيب اغراض بيته على الدائره؟ طيب يا استاذ ما قلت لي خلال ساعتين بدي اكون بالدائره؟ بتقوم بتروح بتجيب اغراض بيتك على الدائره؟ اما سمعه هي. طيب شو بدي اعمل يا استاذ؟ ما معي مصاري. ما معك مصاري بترجع وبتقول انا ما قدرت امن حالي؟ شو رح نقطع راسك يعني؟ اسمع، بتروح لعند هناء هلا خليها تصرف لك 1000 ليره، تاخذ اغراضك توصلهم على البيت، وبتنزل على السوق بتشتري عواضن وبتجي لهون، مفهوم؟
ولي شلون بدي لحق انا لو معي مصباح علاء الدين وفركته قلت له حضر لي الاغراض ما بيلحق هيك الواحد بيحكي قدام مديره يا منظوم طب يا شو بدي اعمل يا اساس مشينا قدامكم ما بيمشي الحال مشينا وراكم ما بيمشي الحال ايه روح روح هلا روح انقلع من خلقتي وجيب فواتير بالاغراض مشان اصرف لك حقهم يلا تحرك امرك استاذ نشوف شو اخرتها معك يا عم شو هالسلامه هاد علي احسن لما البيت وعلى طعرتي العمى معقول اغراض المطبخ ما بقى الا ياخذ اغراضنا وفرشه البيت هاي اللي بننام عليها مشان يغطي بلاوينا خلي البطيخ هذا كمان فهمي ولا تعال هون حضروا حالكم بدنا نروح لبيت جدكم يا ما بدنا نروح لعند جدي هلا اجينا من عنده ايه بدك بده سيف حدك تروح ورجلك فوق رقبتك فهمتوا لا هذا اكيد جاي واحد من الديانه ومطالبه بالمصاري وطبعا ما معه مصاري قام وتخانق واسمع الخناقه وعلى المنبه وانكسر طبعا قام اخذ اغراض المطبخ مشان شو مشان يضمن حقه اكيد قال فوق حقه دقه يا ريت قتله قتله هيك فش اللي قلبي فيه مين للديان تقبرني عرفت شو انا متضايقه من الديان لانه دين ابوك لو ما دينه ما كان صار فينا هيك امشي قدامي لقلك امشي قدامي هذا الديان هو الحق عليه لانه عطاله ابوك مصاري لو ما اعطاه مصاري ما كان صار فينا ما شفت كل البيت لا لا ما بصدق الحكي شو الحكي اي ماشي يا بيروح وشوف بعينك انا فاضي هلا روح واجي بوز ايدك يا بيروح وشوف بعينك مشان الله لا بتقول عني مكاوله الله يخليك بس هالمره طيب 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 رايك معك واذا بايعهم هذا اخر يوم الك معه فهمتي موافقه رايح بس بيجي يلا لحظه ضروري تعطيني وضع طري روحي غسلي قبل ما نروح وانت ولا صار غسلي شو صار بدك روحي يا بنت روحي اوه اوه هلسه ايدي كمان مو فوق الحمد لله يا حربين لمن شاف شو بدا مين دري هلا برجعهم محلهم هاي الخمسمية اللي عطانا اياها المدير هي صارت برات الحساب بدي طنش عليها بس ليكون مزورة حاكم حظي وبعرفه جخ لك يا ابو فهمي جخ شو قلت؟ خلص سامر خلص سامر لا تلح ما رح اجي بدك تزعل زعل اولا انا ما قلت لاهلي انه بدي اتاخر خلص ولا حتى ربع ساعه سامر شو صار لك خلص يا سامر فهمني شو انسى سؤالك الو مع مين عم تحكي الو سؤال هذا هي هي هنا الو قطع الخط قصدي قطعت الخط هناء انا 100 مره قلت لك المكتب مو لهيك شغلات فاضي اذا تكررت مره تانية لا تلومي الا نفسك ها افهمي يا فهمي وين يا ماشي وعامل حالك مالك سمعان ولا لك شيء اهلين وسهلين ابو فايز لا اهلين ولا غيره ليش ما ورقت لعندي امبارح ها ايوه ظروف بتعرف يا ابو فايز ظروف ظروف اللي عم تتهرب مني مثل العاده لا يا ابو فايز معقوله انا اشوف الوش الحلو اتهرب منه بقى بدي اروح ها ايه تعال هون وين رايك
ناولني لشوف طالع ناولني. شو بدي ناولة؟ حقي مصاري. على راسي أبو فايز على راسي خلاص. لحالي أنا أول الشهر ما بتلاقيني اللي جاي لعندك. حلو. شو نسيان أنه هلأ أول شهر؟ لا قصدي مو هذا الشهر أنا الشهر الجاي يعني. حبيبي لا تاكل بعدي حلاوي طالع لشوف طالع خلصني. شو بدي طالع ما عم لك ما معي مصاري. مصاري عم لك طالع. لا 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 هدول اللي بالجيبة مؤري هدول تبعات الحكومة رايح جيب فيهم قرار. أها معناتها معك مصاري. بس عم قلك هدول مؤري بدي روح اشتري غراض البوفيه للدائرة. عفارم عليك صار عم تصرف الحكومة ما هيك؟ إذا طالع لا طالع يا كار يخرب بيتك يا طالع بدي ورسيك هلا. شرف يا بي تفضل تعال يا بي يمشي شوف بعينك قال ما أحكي ولا كلمة إجيك بلا إذن وعامل لي مشاكل بدومك. طولي بالك فوت يا بي فوت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدول شلون اجوا لهون؟ شلون اجوا لهون ما هيك؟ اخس اخس عليك يا فوزية. ما بعرفك كذابة انا وبتكذبي علي. انا ابوكي بتكذبي علي. انت وقت اللي جيت ما كانوا موجودين هون، شلون اجوا لهون؟ لك يا فهمي يا ريم. هالحكي ما بفوت على المخ منوب. خليهم يجوا لحتى ياكدوا لك وياكدوا لي الي انه كانوا موجودين. هلا الاولاد بدهم ياكدوا لي؟ بدي اقول لك يا بي بس اعطيني فرصه يعني انا وحياه عيوني اللي بدي اكلهم الدود يعني هدول ما كانوا موجودين هون وخايفه يكونوا جماعه ب... 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 لا بتاذونا ولا بتاذيك. اسمعي وليك اسمعي فوزية اسمعي. طيب اذا بتهولي ولا جوزك بيقتلك ولا بيذبحك ولا بينتفك ما بتحردي وبتجي لعنا خلص انتي لانك عطلتيني اليوم عطلتيني. معك حق يا بي انا مظلومه لك شو بدي اعمل ابي عايش وعايشه مثل اليتيمه. مظلومه انت ما في حدا. انت مظلومه. انا مظلومه يا بي حرام عليك يا بي بتظلمي بتظلمي القطاط انت. انت مانك عارفه. اسمعي اسمعي إذا بشوفك حرداني وجاهية لعنا بدي كسر رجلتينك التنتين. ماشي أنا بورجيكي أنا بورجيكي شلون بترباية على كبر يا بنت ال... ماشي. شبكي شاركنا فهمي أنتو اللي شبكي ولك شو لك علاء يا داخل بين البصلة والشدة ما بتنوبك إلا ريحتها ولك تنضبوا زوء على حالكم يا قليلين الزوء والحياة ولك مو عيب عليكم المتار تبع الستلايت تبعكم لأنه وين 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 ولك زو مالك علاء العمى. لك هلا انت مو من كم يوم اجيت لعنا انت وابو فادي مشان الميزان وما الميزان وضربوا المشي ها وبوسناكم شوارع بعض. لك شبك ما تحكي شو جياتك عن مخبر سري مري شو رايك تشغل المخبر على حسابك. احكي انت الثاني احكي. لك انت احكي. امرك سيدي امرك سيدي هذا الرجال جاني بالحاره انعم واكرم وبيوم من الايام وخير. نعم. اليوم كان عندي بالبيت. هلا رح تحكي لي السيره الهلاليه انا هذا اللت والعجن تبع العلوج والمرتزقه ما بحبه احكي دغري. سيدي خليك معي فهم علي. معك فهمان عليك. قاعد عندي بالبيت. نعم. اجت مرتي الله لا يوفقها الله لا يوفقك يا مرتي. كمان رح تدخلني بالشؤون العائليه الشغولة انا 47 مخفر خادم فيهم وطالع راس انا ما بنضحك علي احكي دغري. امرك سيدي امرك سيدي طول بالك علي سيدي. تفضل. وين وصلنا عند مرتي ما هي؟ اجت مرتك الله لا يوفقها الله لا يوفقها وقالت الغسالة خربة. ها؟ بين هالنهار ما رح يمضي على خير ان شاء الله عمره ما تتصلح لا الغسالة ولا الفرامة وطالما وصلنا لهون صار الشغلة بدها العصاية والفلان. سيدي كيف ما بدك بحكي شلون بدك يعني احكي لأحكي بدك تحكي القصة وباختصار شديد انا وقتي مو على حسابك وحسابه علوج احكي. امرك سيدي سيدي انا بدي اصلح غسالات واخذته على المطبخ انا من هنيك على اساس بدي اصلح غساله يففكها بدي شو. لك بس لك لسه يا سيره الهلاليه يا بتقر الكلام قر احكي منيح احكي لجوف. سيدي انت ما عم تخليني احكي على راحتي يا سيدي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لك احكي احكي مثل ما بدك وخلصني احكي. يا سيدي هالافندي قال انه بيصلح غسالات وانا يا سيدي الله وكيلك غسالتي جايبها بالتقسيط. شو سيدي جايبها بعدين معك. سيدي مو المهم نقدي ولا بالتقسيط المهم الافندي خرب لي الغساله فككها شقفه شقفه قمت اتخانقت انا وياه والتموا علينا الجيران يا سيدي وبهدلني قدام الجيران الله يبهدله قام بكل عنجهيه وعنطزه قال لي رح ادفع لك حق الغساله ومن يومها لهلا يا سيدي ما دفع لي ولا فرنك. عالي القصة وفهمناها، الخناقة شلون صارت؟ سيدي لقيته بالطريق. طلبته من مصاري، قام كذب علي وقال لي ما معه. طلعت على جيبته قمت لقيت المصاري بجيبته. وهيني أخذتهم من جيبته، سيدي قام هجم علي وضربني. أيوه، مشان هيك منفوخة عيني شو؟
انت لا تحكي لسه ما اجى دورك. شلون سيدي ما اجى دوري؟ صار له ساعه عم يحكي نحن ما حكينا، كمان هم فيها خير وفؤوس، لانه سيدي هدول مصاري انا اخذهم من المديريه، بتعرف شو؟ لك شبك انت الثاني كمان انت بدك تفوتني بالسيره الهلاليه بس. لك يا سيدي انا المدير مكلفني مشكلين لجنه بالحكومه انا مرأسها، نازل اشتري اغراض، اخذت هدول المصاري مشان اشتري فيهم اغراض. سيدي هدول المصاري مو لي، هدول للدوله. للدوله؟ اي نعم سيدي للدوله. لك شو؟ شو اللي جابه اللي عندك؟ ما قلت لك سيدي انا رئيس لجنه مكلفيني اياها، اعطاني اياهم المدير مشان انزل اشتري له اغراض للبوفيه. شو بك سيدي انت ما عم تستوعبني؟ وشلون بدنا نعرف ونتاكد من هالشيء؟ خلص سيدي انت اذا بدك هلا اتصل بالمدير واساله، قل له هدول المصاري إلي ولا للدولة؟ بسيطة هلا متأكد. إلي شو الرقم؟ فهمني عوام شو الرقم؟ 533-332. ها؟ تعال 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 انت بس تعال كي تعال نحكي مع المدير. روح 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 شرف يلا.